مدام داليا؟ ايه انت هويدا؟ ايه انا. كيفك منيحة؟ نشكر الله. جاي اعمل لك زيارة. لك اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. كيفكن تمام؟ الحمد لله تمام. انا كثير سألت هون بالشارع لقدرت اوصل لعندكم لانه زواريب. صحيح. والمنطقه اللي انتم فيها صعبه شوي الواحد يفوت عليها. اهلا وسهلا فيكي. نورتي طرابلس انت وفريقك مدام دنيا. احنا تشرفنا كثير فيكي وانا من زمان ناطرتك كثير. انت هويدا صار لك متزوجه 15 سنه صحيح؟ نعم. نعم. كم ولد عندك؟ عندي 7 لله. اسم الله. قد ايه اعمارهم؟ عندي توم عمره 3 سنين وعندي بنتي الصغيره عمرها 8 شهور. وعندي بنت عمرها 15 سنة وبنت 7 سنين وبنت 6 سنين وصبي عمره 11 سنة. الله يخلي لك اياها. الله يسلمك. استاذ جهاد انا عرفت من الجيران انه صار لك فترة طويلة ما عم تشتغل. صحيح. قد ايه صار لك قاعد بلا شغل؟ يعني حوالي تقريبا شي سنة ونص. خبرني شو صار معك؟ يعني كنت اشتغل انا على السيارة شوفير تاكسي يعني. نعم. وبعدين انتزعت خربت يعني السيارة واجا غلى الميزوت مع بعضهم يعني. وخف الشغل كثير والعالم صوت يعني تستثقل النزله بتطلع على التل وعلى طرابلس يعني وين. طب هلا شو حاولت تعمل بديل؟ شو عم تشتغل؟ صدقيني يعني هلا ما في شغل. مين عم يساعدكم طيب؟ الله ما بيترك حدا. الله دخيل كرمه ما بيترك حدا. خلق دوده بصخره وما قطع فيها. الحمد لله. طب هويدا شو عم تطبخي؟ شو عم تعمل الاولاد؟ اكثر يعني أكتر شيء من مثلا إذا كانت هيك متضايقة الحال بنجيب مثلا يا فليفل يا شيء هيك لهن الأولاد، هي أكتر شيء. الحمد لله. الحمد لله. طب أولادك بالمدرسة أو قاعدين بلا مدرسة؟ لا بالمدرسة. كلهم؟ قريب هون علي. كيف عم تأمنوا احتياجاتهم؟ ثياب، خرجية، أكلهم، شربهم؟ هلا صراحة في أيام مثلا إنه يروحوا، في أيام ما يروحوا، مثلا نخليهم بالبيت، اليوم اللي بتصير معنا مثلا شغلات. مدرستهم قريبة من هون؟ إيه قريبة، بس بسبب احتياجات بدهم يعني المدرسة بدها كثير. هي مدرسة رسمية؟ إيه وبد يعني بدهم، ما بدهم دفاتر، ما بدهم 100 شغلة. أكيد. إيه مثلا أوقات مثلا ما نقدر صراحة، أوقات نقدر. طب هويدا قد ايه صعب عليك وكأم انت انه اولادك يطلبوا شيء ما تقدروا تأمنوا لهم اياه؟ اصعب شيء، اصعب شعور للام كثير. شو بيطلبوا منك اكثر شيء؟ مثلا بيطلبوا مني مثلا بنتي الصغيره بس بتقولي انا حبي ماما مثلا العب لي، انا مثلا بنتي الكبيره بدها مثلا تليفون، بتحب انه يكون معها عندها تليفون، الصغيره كمان هذا الصغير عمره 11 سنه كمان بده تليفون، يعني انا ما بقدر أأمن لهم صراحه، ما بقدر أأمن لهم كل هالشيء ابدا. هلا شيء طبيعي بهالبلد ما دام انه ما كل اللي بيطلبوه الاولاد يعني بيقدروا الاهل يأمنوا لهم اياه، لانه احوال البلد كثير تعيس جدا، كثير صعبه خصوصا عندنا هون بطرابلس يعني. اكيد. هويدا خبريني شوي، بنتك الكبيره اللي عمرها 15 سنه، شو اكثر شيء بتطلب منك؟ شو احتياجاتها؟ انت شو بتقولي لها؟ كيف تفهميها الوضع اللي انتم عم تمرقوا فيه؟ الوضع اللي عم نمرق فيه بقول لها يا ماما احمدي الله، رحنا بالقليل عايشين احسن من غيرنا. بتطلب كثير يعني، بنت بدها كثير. صبيه هي. ايه الصبيه يعني قد ما اعطيتيها هسه بدها، على طول بتحسيها هسه ناقصها شيء بحياتها. طب انت كاب جهاد شو بتعمل؟ شو بتلاقي حل لهيدا الموضوع؟ بحاول انا يعني قدر الامكان يعني مثل ما بيقولوا المثل يعني على قد بصوتي بمد اجري. بعض الشغلات اللي هي بتطلبها بقدر أأمن لها، بعض الشغلات اللي هي بتطلبها كبيرة بعبت فيهم أنا وياها وبحكي أنا وياها. أكيد، لأنه أنت كأب أنت سند. لأنه ما معقولة أكيد على الله السند. أنت شو بتخبرها؟ إلا أنه ما ضروري يعني واحد يعمل شيء يا بابا كرمال يأمن لأولاده ويغضب ربه فيه، يعني يصلح الغلط بالغلط، الضروري الضروري بنقدر منأمنه منجيبه، الشيء اللي ما بنقدر نأمنه ما في داعي يعني ننقع عليه. كم غرفة هون البيت؟ غرفة 2-3 يعني أوضة قعدة، أوضة نوم للأولاد وأوضة نوم. هيدا البيت أجار أو ملك؟ أجار. قد إيه صار لك مستأجره؟ 8 سنين. وقد إيه بتدفع أجار وكيف عم تقدر تأمن الأجار؟ هلا الأجار المحومي بعده بخفض علي منه شوي لأنه بقدر وضعي إنه أنا عندي عائلة. نعم. وفي غلا معيشة. أوقات بياخذ مني نص الشهر. قد إيه تقريباً أجارك بالشهر؟ يعني بدك تحكي بالتقريبا 100,000 او بياخذ مني 500 او قط 400. مين عم يساعدك بالاجار طيب؟ هلا يعني انا بعض اوقات بشتغل بنقر، عرفتي كيف؟ بشتغل شوي ديليفري. اوكي. اوقات يعني اوقات بنقر مع عالم بساعدهم بيمشي الحال.
طب هويدا انت خبرينا شوي عن حالك، عن احتياجاتك، شو بتحلمي، شو بتتمني؟ بحلم انه يكون عندي بيت هيك بقى مرتب، اقدر فوت على المطبخ، اقدر فوت على انه يكون في نفسي، لانه هو البيت هو اللي بيتعبك نفسيتك، البيت نفسية الشغله. انت تعبانه نفسيتي؟ ايه. شو بتحسي ناقصك؟ ناقصني كثير، اكثر شيء ناقصني انا اقدر افرح اولادي، بحب اشوف بقى الفرحه وجهن لاولادي. كيف ممكن تفرحي اولادي؟ انا اقدر امل انه هيك بلاقي بنفسيتهم بهالبيت، عرفتي؟ يعني احنا ما عم نقدر نأمل شيء اكثر من هيك، ما بنقدر نأمل شيء.